وصراحة المباراة كانت مشاة قوية رائعة صراحة. كي شاف المقابلة كان فيها واحد الريتم عالي صراحة، أنا اندهشت لي، مي الحمد لله بديت كنتأقلم مع الأجواء الحمد لله. المشاركة ديالي واخا بضع دقائق هي كتبقى مفخرة ليا الحمد لله. نتمنى أني نشارك في المقابلة المقبلة كرسمي إن شاء الله أو كاحتياطي، نلعب دقائق أكثر اللي تسمح لي فرصة أني نبين المستوى ديالي إن شاء الله. نتمنى نفوز في المقابلة القادمة أمام أوزبكستان إن شاء الله.